سيادة المستشار الاقتصادي أحمد خزيم، أنا عايز أعرف من حضرتك حصاد عام 2015 الاقتصادي. هو العام التالي للفرص الاقتصادية الضائعة على مصر زي ما قلت في آخر 2014، والعنوان ده الآتي: إحنا في خلال السنة الفرص ضاعت. من بدأنا في شهر 3 مؤتمر شرم الشيخ وجدنا المستثمرين والنتيجة زيرو، بعدها كان في مؤتمر ديفوس في البحر الميت في المنطقة الإقليمية والنتيجة زيرو، بعدها مؤتمر عملناه في شرم الشيخ للتجمع الإفريقي اللي هو الكوميسا والسادات وشرق أفريقيا والنتيجة زيرو، عملنا بعد كده مجموعة من المؤتمرات الداخلية زي مرسى مطروح والنتيجة زيرو. النتيجة زيرو دي الآتي: الدين العام في مصر زاد في سنة 2015 وصل ل 2 تريليون و20 مليار، زاد حوالي 400 مليار زيادة في الدين. العجز في الموازنة ارتفع في نفس السنة اللي لسه هتنتهي في 30/6. الاقتصاد أرقام: الفارق بين الوارد والصادر زاد 40 مليار دولار فرق. إذن الثلاث مؤشرات اللي تقول إحنا كنا ماشيين كويس عشان بيقولوا بيهدموا مصر، لا، بنتكلم بأرقام. النتيجة إنه عملنا مؤتمر للاستثمار ولا بنستفيد منه، إيه الأسباب؟ السبب إن إحنا دولة عندنا للأسف الشديد المجموعة الوزارية والمجموعة الاقتصادية تعلم تماما إنه القوانين والتشريعات اللي بتهيئ للاستثمار إحنا متراخين عنها. وكنا في فرصة التشريع مع السيد الرئيس في غياب المجال المجلس النيابي. قانون الاستثمار اللي بينظم العمل طلعناه ليلة المؤتمر، وحتى الآن لم يتم خروج اللائحة التنفيذية اللي هي بتوضح للمستثمرين اللي جايين، وهم لسه بيفتكروا يعملوا مؤتمر تاني. لا اهتمينا بالملفات الداخلية اللي ممكن تنشط. عندنا مجموعة من الشركات المتوسطة والصغيرة في برج العرب وفي 6 أكتوبر وفي العاشر من رمضان وفي مناطق التنمية الصناعية، الروتين قتلها، وموظفي الجهاز الوسيط في الدولة في قطاعاته سواء بقى ضرائب سواء تأمينات سواء الحماية المدنية سواء بعد التعثرات من البنوك، تمام. فاحنا أهلكنا حوالي 5000 منشأة واقفة كان المفروض تشتغل وتدخل إضافة للناتج القومي لو السادة المسؤولة عن الحكومة عارفة حاجة عن القيمة المضافة. عندنا قطاع تاني مهم جدا الكل يعلم مدى المافيا اللي فيه، القطاع التعاوني سواء الزراعي والإسكاني والأجهزة الرقابية، حدث ولا حرج. عندنا القطاع الثالث المشروعات بتاعة التنمية المحلية في 27 محافظة، وأنت تاركها لدوين عام المحافظة والجمهور كله يعلم ما في دوين عام المحافظة من فساد وإفساد، ودي رصيدها يتجاوز ال 50 مليار وكانت تستطيع انها تمتص. عندنا 146 شركه في القطاع العام اللي ما لحقوش يتخصخصوا اللي احنا مشغلينهم، منهم 46 شركه متوقفه، وكان قانون بسيط جدا يتم استخراجه في الفتره اللي كانت القوانين في ايد الرئيس بحق المنفعه، انه النهارده يدخل المستثمر ما يشتريش، تفضل الملكيه وياخد حق منفعه، يضخ 50 مليون للالات اللي هيعدلها في غزل وغسيل والمواد وياخد فيها حق انتفاع 20 سنه، لا بتكلف الدوله اللي ما فيهاش فلوس حاجه، وفي نفس الوقت هتبقى هيشتغل وهيدفع ضرائب وهيشغل عماله ويديها مرتبات وخفه. ده باختصار شديد 2015 حاله متكرره من الحالات اللي ما قبل. الكل بيتكلم في السياسه ومرض مصر.